شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي والتي أقيمت على استاد البحرين الوطني. وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بحضور أنجال سموه الكرام وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الضيوف. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد المنتخب الإماراتي بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، متمنيا سموه لمنتخبنا الوطني حظا أوفر فيما تبقى من التصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي في بلوغ كأس العالم 2026، مؤكدا سموه قدرة المنتخب لتعويض تلك الخسارة في المراحل المقبلة من التصفيات. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بوقفة الجماهير البحرينية في دعم المنتخب الوطني وثمن دور وسائل الإعلام، مقدرا سموه جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في التنظيم المتميز للمباراة، متمنيا للكرة البحرينية دوام التوفيق والنجاح.